يلا نعمل الفطير المشلتت الصعيدي باسهل طريقه. شايفينه طري ازاي وحلو، شايفينه مرق ازاي زي الجلاش كده. هتجيبي دقيق على حسب ما انت حابه، لكل كيلو دقيق كوبايتين ميه، او على حسب ما تلم معاكي العجينه. اهم حاجه تعجن في 10 دقائق ربع ساعه، الفطير بيحب العجن كتير. شويه ميه ونص معلقه ملح ومعلقه سكر، تدوبيهم وتعجني، تفضل تعجني فيه ربع ساعه. بصوا تبقى زي اللبانه كده. تدهني صينيه زيت وتقطعيهم الواحده نص كيلو وتدهنيها زيت. تجيبي الطبليه وتفرديها بدقيق وتشدي، سهله جدا والله، يعني اللي لسه مبتدئ هيعرف يفرطه. هتشدي تحرك الطبليه وتشديها وتلفي، وفي كل جنب تدهنيه سم تطبقيه، ودرجة الحرارة تكون مسخنة الفرن قبلها، درجة الحرارة تكون عالية وقبلها بنص ساعة، وتسويه وهيطلع معاكي طري وجميل وألف هنا.